لكن ليه مش عايز تقر وتعترف انه اللاعب اللي بدأ البدايات الرائعة دي وسجل 50 هدف وكان عنده كل هذه النجاحات حير وغلب المدربين وإدارة النادي وبالتالي كان القرار السهل بالاستغناء عنك من نادي الزمالك؟ والله كابتن شوبير يعني انا ما اعرفش يعني فعلا انا استغربت اصلا ان النادي استغنى عني، يعني ما بتحصلش اصلا، يعني ما ينفعش يكون لعيب عندك جاب 50 جون في 3 سنين وتيجي يطلع سنه حصل له كان وحش جدا في السنه دي مثلا فشل في السنه دي، تعترف انك السنه اللي بعدها كانت سنه فاشله. انا ما لعبتش ما فشلت عشان انا ما لعبتش، انا رحت اليونان ورجعت. ما هو ليه النادي طلعك اليونان ده السؤال؟ لا ليه طلع اليونان دي؟ عشان المستشار مرتضى قعد معايا قال لي انت لازم، يعني قلت له عايز اخرج سنه بس مش في مصر. قال لي خلاص اخرج سنه بره مصر والسنه الجايه تبقى موجود معانا. فاخرج سنه، انت اتصبت السنه دي كتير وبتاع، وعارف كان اللي طلبت ان انا اخرج السنه دي كان جاي عرض في اليونان وعايز اسافر وكده وعرض شايفه كويس وكنت 4 سنين في الزمالك ضغطت قوي، كنت كل المسؤوليه عليا، فانا حاسس ان انا مضغوط قوي، فقلت اخرج سنه وارجع يعني ارجع بـ 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 باجواء جديده بس هرجع السنه اللي بعدها. رحت حصل مشكله رجعت، رحت سموحه حصل مشكله قعدت سنه ما لعبتش. يعني في غيري في نادي الزمالك راح طلع اعاره لبلد عربيه ورجع وما لعبش هناك ماتش وما مشوه بعدها بشهرين ورجع ايدوه في شهر واحد وبيلعب دلوقتي. يعني مين اولى؟ يعني انا مثلا اللعيب اللي كنت معاكم قعدت 3 سنين معاكم كويس جدا وماشي بشكل كويس والحمد لله بقدم مستوى كويس جدا، سنه عملتها وحش امشي من النادي؟ تقول